في هذا المكان ستتوه نظراتك بين تلك الرفوف، وسيتعلق قلبك ببعض العناوين. ستمضي في أرجائه تسأل عن الثمن، مصمماً على العودة مرة ثانية، وتبحث عن أسماء كتب طالما افتقدتها خلال العام. في المعرض الإنسان لا يشعر حرجاً إذا لم يشتري، يستطيع أن تصفع الكتاب، بينما بمكتبة تجارية يشعر بالحرج إذا دخل ولم يشتري. ثانياً تجميع مثل سوق للكتاب، تجميع كل هذه دور العرض في محل ومكان واحد يسهل على الإنسان كثيراً. ثالثاً توجد حسومات جيدة جداً، مثل في الهيئة السورية العامة للكتاب اشتري 2200 ليرة سوري، وهذه الكتب أقدر أن ثمنها لن ينقص عن 15,000 ليرة سورية في أي دار للنشر أخرى، عليها حسم 60%، وأيضا هدية لمن يشتري بألف ليرة وأكثر. سآتي أعتقد مرتين أخريين في هذه الأيام العشرة القادمة. معرض الكتاب 29 في مكتبة الأسد الوطنية حمل هذا العام عنواناً مختلف، وشهد مشاركة لافتة للعديد من دور النشر العربية. هل هذا السنة في فرق كبير عن السنة الماضية؟ احنا السنة الماضية حطينا له عنوان عدنا، في هذا العام نحن حطينا له استمرينا، والاستمرارية هي أهم وأهم وأعلى شأن وأعلى قدر حتى من عملية العودة. العودة لأنه ممكن أن نعود بطفرة، لكن الاستمرارية معناتها نحن ماشيين بالخط السليم وبالسكة الصحيحة. نحن اليوم كناشرين سوريين مجموعنا كلياتنا عم نحاول نعتبر أنه هذا المعرض معرضنا. هذا هو ما معرض فقط لمكتبة الأسد، هو معرض لجميع الناشرين، وبالذات الناشر السوري اللي هو بالنسبة له بشكل له رافعة كبيرة وكتير كبيرة بالنسبة لوجوده ولنجاح هذا المعرض، يلي نحن وياك شايفين قديش متطور وقديش النجاح وقديش هذا الإقبال الجماهيري اللي انت وياك عم نتابعه بعيوننا تماما مباشرة. شعبنا اليوم لحاله، نحن ما قلنا له تعال إلا من خلال دعايات وإعلانات وتسويق مثل ما بتقول أي جهة، لكن كلياته عم يقبل بنفس خليني أقول رحبة، بروح مرحة، عم يقبل إقبال على المعرفة، إقبال على المطالعة، إقبال على القراءة بدون أي توجيه. التوجيه الحقيقي عم ينبع من قلوب جميع السوريين. معرض الكتاب 29 في مكتبة الأسد الوطنية حمل هذا العام عنواناً مختلف، وشهد مشاركة لافتة للعديد من دور النشر العربية. إقبال الجمهور ممتاز، وأكيد القراء يعني بعد الفترة الطويلة متشوقين لهيك نشاطات، ونشاط الكتاب دائما الناس أكيد بتحب تتابعه، ونحن كمان كتير سعيدين بعودتنا لقراءنا الأعزاء وتقديم لهم كل ما هو مفيد. طبعا السنة حبينا نحن لأول مرة بعد الانقطاع الطويل يعني للمشاركات العربية، حبينا نجيب وكالات من الدولة الشقيقة مصر. يعني تعرفي إلى مصر إلى حضور قوي كتير من ناحية الثقافية يعني من كافة العلوم، يعني فنحن حبينا نرجع هاي الثقافة للقارئ السوري. جبنا حوالي 17 دار نشر مصرية، وحرصنا أنه نكون الكتب مطبوعات حديثة يعني من عام 2015 ل17، يعني عشان يكون المعرض له ميزة يعني يتميز بالكتب الجديدة فقط. طبعا الحركة الثقافية بسوريا هي من عمرها يعني بالدرجة الأولى بالمقارنة مع باقي الدول العربية. نحن مشارك في كل المعارض في الدول العربية، يعتبر معرض مكتبة الأسد في دمشق يعني من المعارض الأولى في الوطن العربي من حيث الإقبال، من حيث القوة الشرائية، من حيث التنوع بالإنتاجات الثقافية اللي متوفرة في البلد. يعني ثاني مرة نجي على المعرض، أول معرض أقيم السنة الماضية بعد الأزمة، وهذه ثاني مرة، ونحن مرتين كنا موجودين. هو هدف المشاركة، هدف المشاركة وهدف الوجود، هدف الصمود، مش هدف شيء تاني أبدا. نحن نعتبر هي أول سنة لنا مشاركة في معرض دمشق للكتاب. نحن لأننا دار وليدة الحداثة، نحن بدأنا العمل ب 2015، فالسنة اللي مضت كنا ناويين نشارك بس للأسف كان عنا ظروف. هالسنة الحمد لله شاركنا في معرض كتاب لدعم سوريا ودعم القارئ السوري، وخلي القارئ السوري والمثقف السوري يتعرف علينا نحن كمؤسسة. شكل المعرض فرصة للقاء الكتاب بالجمهور، فحفلات توقيع الكتب والندوات الثقافية مستمرة طيلة أيام المعرض لغاية 12 من آب الجاري.
الشعب السوري شعب مثقف وشعب عاشق للحياة وعاشق للقراءة أيضا، وأعتقد أن الأزمة أيقظت حس الإبداع لدى شريحة واسعة من الأدباء الذين بدأوا بالكتابة عن الجرح السوري الطازج الذي ما يجري مستمرا. لذلك نحن ننتظر العودة لبقية النشاطات الثقافية الأخرى للتأكيد أن الشعب السوري حي ولن يموت. نحن بحاجة لفسحة من الكلمة الطيبة الجميلة الواعية الهادفة المثقفة لكي نعيد الفترة التي يعني تراجعنا فيها قليلا بحكم الظروف، فلا هي فعلا فرصة كتير مهمة وضرورية ولازم نأكد عليها. أطفال وشباب ومن مختلف الأعمار زاروا هذا الصرح الثقافي ليرسموا مشهداً حضارياً طالما اعتادت عليه العيون في دمشق. العوض هون سنة يعني مهمل منها، لأن في كتب كثيرة وعناوين كثيرة. كتب كثير حلوة، روايات حلوة، يعني شيء بيناسبنا. أنا ما توقعت لاقي اللي بدي إياه، بس لقيت كثير يعني كتب تناسبني. يعني هلأ حطيت فكرة ببالي أنا شو الكتب اللي بتهمني، وممكن نزلة تاني أعرف شو جيب أعرف شو أقرأ. كتير خطوة منيحة، بدل أنه نحن باقيين ورح نضل ما أثر علينا شيء. في كتير شغلات متنوعة وكتير يعني كتب كل المجالات مترجم يعني كل الثقافة. كيد بدأ الكل يجي، لأنه أنا يعني بذاتي وجعوني عيوني من البي دي اف. الأسعار كتير ظريفة، ما في شيء غالي، ويعني تجربة حلوة لو أجوا اطلعوا مثلا والواحد ما اشترى شيء، بس أنه فكرة أنا أطلع على شيء صاير ببلدي. يعني كثير من ضروري إقامة المعرض مشان ترجع نشاطات كالعادة، ترجع الشباب تقرأ أكثر، لأنه مثل ما شفتي هلا بهذا العالم نحن اللي عم نعيشه، عالم تكنولوجيا عم يأثر كثير على الشباب، بحيث عم ينحرم إنه يقرأ من خلال بيلتجأ للبي دي اف للشغلات الثانية، عم ينحرم القراءة المطبوعة اللي نحن لازم نقرأها كل يوم. عروض كثيرة وحسومات تقدمها دور النشر المشاركة، فكان ثمن بعضها خفيفاً على قلوب وجيوب السوريين. هي اسمها مثل ما بتقولي تصميدة لحتى قدرت إجي يعني عم بحكي الواقع أنا، مش ما أكون يعني عم بكذب عليكي. المهم أني عم حاول مثل كل شباب هالشعب السوري هاد انه نواكب العصر. كتب انه عليهم كثير حسومات ورخاص، يعني يصير الواحد انه يطلع على الكتب ويقراهم، وخصوصا انه بهالوقت انه صارت الاسعار الكتب كثير غاليه، فانه هون بنلاقيهم انه ارخص بكثير من برا. هذه السيده من الزمن الجميل الذي يقدر اهميه القراءه والكتاب ويجد فيه وجبه فكريه دسمه، وجدناها تشارط البائع ومصممة على ابتياع أحد الكتب رغم عدم توافر كامل المبلغ لديها. ما فيني قاوم القراءة أبداً، هلأ لا التلفزيون بتطلع، بس صحفنا تشرين ثورة والبعث والوطن وإذاعة دمشق الرئيسية، بس هدول دائماً بشتري بالألفات. أنا بشتري مو أول معرض، دائماً يعني. إقبال كثيف تشهده أروقة المعرض خاصة في الأوقات المسائية، وكان لهذه السيدة مع حفيدتها تجربة مميزة للمعرض هذا العام. أنا مبارح جيت وكان أهم مشوار وأحلى مشوار أنه ترجع تجي اليوم. هلأ اليوم نحن اليوم الثاني منجي، لأنه كان بيختلف عن كل النشاطات اللي بيعملوها، بيروحوا بتعرفي أنت ملاهي وألعاب وجناين وحدائق وكل المحلات. امبارح اجيت قال المشوار اليوم لازم ارجع اجي على المكتبة، لقيته مختلف عن كل النشاطات وحبيت، وتفرجت على مهلة على الكتب ونقيت القصص اللي بتحبها، وعن جد في كتير اشياء لفتت نظرها. اعتاد السوريون ايام العطل التوجه الى المنتزهات، الا ان فرصة اقامة المعرض هذا العام جعلت من زيارته خلال ايام الجمعة فرصة لا تقدر بثمن. يمكن العالم عم تستنى الجمعة مشان شوي فضاء بيكون، ومشان انه العجقة تسير برا بالطرقات، فبيتمتع اكثر انه يشوف الكتب ويتفحصها، وخاصة انه فرصة منيحة كثير ليلاقي كتب عم بيستناها كل السنة بالدور نشر غريبة عن سوريا. وانا كثير مبسوطة في المعرض، كثير كثير بستناه عن جد من سنة لسنة. كتير في كتب ومجالات اجتماعية ثقافية دينية، خاصة إنه يوم جمعة بتحسي العالم إنه يعني ما يعني بتفضل سيارين بتفضل كذا، لا إقباله كتير، تنظيمه كمان كتير رائع، وهذا الشيء مبشر لسوريا بأنه صار له منقطع زمان، تجي هلأ تلاقي يرجع فتح، فهذا يعني فهذا مبشر كتير رائع، لأنه إن شاء الله بتخلص هاي الأزمة و
وإنه سوريا بتضلها بخير. نهار الجمعة أنا ما توقعت قدوم هذا الجماهير هيك، توقعت العالم ثلاثة بالسيارين بالمنتزهات بالأماكن الترفيهية، بس لا الصراحة تفاجأت كتير، في عالم حابة جاية تتثقف، حابة تشوف شو جديد عن بلدها، شو عم يشتغلوا المعامل المطابع، شو عم ينتجوا الكتاب العلماء، شو عم يطلعوا من شيء جديد. معرض منوع فيه كل شيء، يعني كتب مفيدة للصغار وللكبار ولل كتب جامعية، يعني في أشياء كتير مفيدة. أنا جاي من اللاذقية حتى أحضره على فكرة، ف بتحسسنا إنه رجعت أيام زمان، يعني نحن بحاجة لهذا الشيء. لا ما بشي، وكتير يعني الناس في إقبال إلهم على يوم الجمعة خاصة إن بيبقوا معطلين. واحد لما بياخد كتاب بيقديه الأسبوع كله يعني، أما روحة على بلدان وهي بتكون على شغلة يوم واحد يعني، والأولاد انبسطوا وشافوا قصص حلوة. يعني هو الشيء بيبعث للأمن وللأمان والاطمئنان، إن شاء الله الأيام ترجع الأيام الحلوة، ونحن بنعود الأطفال الصغار إنه خير جليس في الأنام كتاب، ومهما تطورت الحضارة مهما تطورت التقنية بيبقى الكتاب شيء آخر يعني، يعني تعود الطفل يمسك الكتاب يقرأ الكتاب يبقى هو يعني بيسليه دائما بعيدا عن وسائل الاتصال الاجتماعي اللي بنشوفها. غنيمة فكرية وثقافية يحظى بها زوار معرض الكتاب بعد عودته للعام الثاني على التوالي، ليشكل المعرض بدورته 29 قلعة مفتوحة الأبواب لمن يود أن يقرأ. للإخبارية السورية إرمين عمار.